إذن مشاهدينا الكرام، هكذا تابعنا معكم الأشواط الرئيسية، وتابعنا خيال لغصاب بن مسبح راعي الطيرة العامري تنتزع ناموس الشوط الأول الرئيسي للجذاع البكار، وشاهدنا أيضا الحضور الممتاز المغادر لحابس بن سعيد الرمال الشمري الذي انتزع المركز الأول ليجدد بالتالي سلسلة انتصاراته ويحافظ على مستواه الممتاز. ننطلق إذن مشاهدينا حفلنا الكريم مع الشوط الثالث في متابعة لمستجداته ومعطياته التنافسية، والبداية هنا مع الشاهينية. صالح بن حمد بوشريده المري ينطلق مع الشاهينية في المركز الأول، وبالتالي مع السيطرة ومعها قيادة منافسة هذا الشوط. المركز الثاني شديدة، عبد الهادي بن حسين البريدي هو المتواصل مع شديدة في ثاني المراكز. النقلة على المركز الثالث، تحتل المركز الثالث الآن مستحيلة تحتل المركز الثالث للسيد سعيد بن راشد بالعرج المري، والدور على المركز الرابع. نشاهد المركز الرابع هنا الدوحة لراشد بن زيد بن ديلة المري، بينما إثارة هي من تحتل المركز الخامس لمحمد بن عبد الله بن شريم المري. إذن إثارة لا حدود لها، إثارة وتنافس وتشويق هنا نعيشه في ثالث الأشواط وفي أشواطنا لهذا الصباح. هناك بوشريدة إذن المطوع متواصل مع المركز الأول ومع الشاهينية. صالح بن حمد بوشريدة المري منطلق ومندفع مع المركز الأول مع الشاهينية. نشاهد شعاره الممتاز يحتل المركز الأول ويتسيد هذا الشوط. المركز الثاني شديدة لعبد الهادي بن حسين البريدي، تتواجد شديدة في ثاني المراكز. يا سلام، إذن هنا عبد الهادي بن حسين البريدي يتواجد مع شديدة في المركز الثاني. انتظروا مفاجآتها ومفاجآت شعار البريدي، بينما المركز الثالث مستحيلة تحتل المركز الثالث. سعيد بن راشد بالعرج المري ينطلق مع مستحيلة في المركز الثالث. المركز الرابع هنا التواصل مع الدوحة، راشد بن زيد بن ديلة المري في رابع المراكز. وخامسا هناك الاسم الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، ندى سالم بن رباح الحربي ضيفنا القادم والمتعني من المملكة العربية السعودية وتحديدا من ميدان الحناكية هناك في المدينة المنورة. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بدخول وتسلل ندى لسالم بن رباح الحربي على المركز الخامس. هذه النتيجة بقيادة شعار بوشريدة الشاهينية هناك في المركز الأول، تنطلق وتندفع بكل ما أوتيت من قوة. صالح بن حمد بوشريدة المري في المتابعة وفي الملكية وفي التضمير. المركز الثاني شديدة للسيد عبد الهادي بن حسين البريدي، تحتل المركز الثاني وتتنافس مع الشاهينية منافسة قوية على افتكاك الصدارة وعلى التسلل والتواجد في المركز الأول الذي تتواجد فيه وتحتل الشاهينية مع بوشريدة. المركز الثالث هنا مستحيلة في ثالث المراكز، سعيد بن راشد بالعرج المري ينطلق مع مستحيلة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع ندى لسالم بن رباح الحربي، وفي المركز الخامس هناك الدوحة للسيد راشد بن زيد بن ديله المري. هذه هي النتيجة إذن للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. الله يا بوشريدة الله. صالح بن حمد بوشريدة المري ما زال محتفظا بالمركز الأول، ما زال متمسكا بالصدارة، ما زال متواجدا في هذا المكان الممتاز، ما زال متواجدا في هذا المكان الرائع، ما زال متواجدا في هذا المكان الراقي. الله على رقي الشاهينية لصالح بن حمد بوشريدة المري، بينما المركز الثاني هنا شديدة صاحبة العوائد، وحذرتكم من شديدة وقلت لكم انتظروا مفاجآت شديدة في رصيدة سيارة وغير السيارة مراكز أولى وغير المراكز الأولى نواميس وغير النواميس انتصارات
وغير الانتصارات ترشيحات. الله الله على هذا الشوط الذي تتواجد فيه الشاهينية وتتواجد فيه الشديدة ومستحيلة والدوحة، وهناك أيضا تتسلل التماس لمطر بن حمد بن عميرة الشامسي وإثارة بن شريم. الله الله، إذا بن شريم يقدم لنا الإثارة، والإثارة تتواجد في هذا الشوط مع كل هذه الأسماء. هنا شديدة 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 غيرت شديدة وانتقلت إلى المركز الأول، صاحبة نقطة في هذا الموسم تحديدا، في أول مشاركة لها في هذا الموسم انتزعت المركز الأول، وها هي تسير إلى نقطة ثانية في هذا الموسم في مشاركتها الثانية. شديدة انطلقت مع المركز الأول. المركز الثاني مستحيلة لسعيد بن راشد بالعرج المري، والمركز الثالث الشاهينية. الله عادت الشاهينية مع صالح بن حمد بوشريده المري، بينما المركز الرابع هنا الدوحة لراشد بن زيد بن ديله المري، والمركز الخامس التماس مطر بن حمد بن عميره الشامسي، ولكن شديدة. الله يا شديدة، الله يا شديدة، ومستحيلة تحركت الآن، انطلقت مستحيلة سلالة مستحيل. الله 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 الله، مستحيلة يا مستحيلة، سلام على هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق. إذا فجرت طاقاتها وانطلقت مستحيلة، أيضا سجلها مليء بالانتصارات وكفتها أيضا مليئة بالترشيحات. الله يا مستحيلة، وسلام عليك يا مستحيل. تهانينا إذا لسعيد بن راشد بالعرج المري على فوز مستحيلة وعلى هذا الأداء الممتاز الذي يتسجل هنا وهذه الطاقات المتوهجة في مستحيلة. تهانينا لبالعرج على هذا الفوز. المركز الثاني شديدة لعبد الهادي بن حسين البريدي، المركز الثالث الشاهينية صالح بن حمد بوشريده المري، المركز الرابع الدوحة راشد بن زيد بن ديله المري، والمركز الخامس إثارة لمحمد بن عبد الله بن شريم المري. مشاهدينا الكرام، على ما يبدو بأن التوقيت الزمني يتحطم تحت خف مستحيلة التي انتزعت المركز الأول والتي استطاعت أن تقدم الأداء الممتاز، وبالتالي استطاعت أيضا أن تتغلب على كل الأسماء المشاركة معها في هذا الشوط الثالث. 7:48 تسعة أجزاء من الثانية، إذا هو التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات في هذا الصباح. تهانينا لمالك مستحيلة سعيد بن راشد بالعرج المري. المركز